بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، قناة البلد الفضائية. المشاهدين الأعزاء، أتمناكم بخير وعافية، وأهلا بكم في فقرتنا القانونية الصباحية. طيب، إحنا اللي حنتكلم عن الإعلان. الإعلان طبعا إحنا دايما يعني بنتكلم مع المشاهدين بلغة بسيطة ولغة مبسطة عشان نوصل لهم المعلومة بصورة بسيطة، المعلومة القانونية اللي بيحتاجوا ليها في تعاملاتهم مع المحاكم ومع الإجراءات بصورة بسيطة. يعني بنحاول نبسط دايما الإجراءات عشان الناس، الواحد لما يمشي يكون عارف حقه، يكون عارف هو بيعمل في شنو والحاجة المفروض يعملها شنو، سواء في محكمة أو في نيابة أو في قسم شرطة. طيب، بالنسبة للإعلان، الليلة حلقتنا بتتكلم عن الإعلان. طيب، اللي هو الإعلان، أنا مثلا رفعت دعوة، مدعي رفع دعوة، طوالي مجرد ما رفع الدعوة لازم في العريضة بتاعة الدعوة يوضح سكنه، رقم المنزل والحارة أو المربع ورقم المنزل. وكذلك المدعي عليه، لازم أنت الشخص المدعي عليه ده أو المشتكي هو ده توضح عنوانه وعنوانه بالتفصيل، سكن الرقم المربع ورقم المنزل، عشان بعدين في الإعلان، مع إنه هاي الإعلان بيكون بالإرشاد، لكن بالإرشاد دي ذات وهي أنت بتجي وتسوق معاك المعلن وبتمشي تعلن الشخص، لكن برضو عشان أنت تسهل بعدينك المخاطبات بالنسبة للمحكمة والإعلان لازم توضح العنوان بتاعه. طيب، جيت أنت شلت اللي عملت الدعوة بتاعتك وسكت المعلن بالإرشاد، المعلن مشى معاك طوالي وأعلنت الزول، الشخص في الإعلان بيجوز في الشخص في نفسه، فلان الفلاني، زوجته برضو إذا استلمت الإعلان برضو خلاص يعتبر معلن في شخصه. إذا رفضت برضو المعلن بيكتب لنا الإفادة، بيكتب إنه رفضت الاستلام بتاع الإعلان، لأنه في خطوات تانية للإعلان. طيب، الإعلان بيكون من الصباح من الساعة 8 لغاية الساعة 5، وبرضه في الفترة دي الناس العادية ممكن يكونوا في الشغل من الساعة 8 للساعة 5، عشان كده بيقول لك الإعلان ممكن في الشخص نفسه أو في شخص زوجته يتم الإعلان بتاعه. طيب، جاء المعلن، أعلن الشخص ده، الزوجة استلمت الإعلان، الجلسة جاء طوال المفروض هو بناء على الإعلان ده بيكون موضح فيه اسم المحكمة واسم القاضي ورقم الدعوة وزمن الجلسة. الحاجات الأربعة دي بتكون موضحة في الإعلان. أنت بتجي بناء على هذا الإعلان شايل الإعلان بتاعك ده، بتجي المحكمة المختصة اللي فيها الإعلان، بتجي طوال شايل الإعلان بتقول ده اسم القاضي فلان، المحكمة فلان، بتخش طوال بتقول أنا جاني إعلان كده كده، يا عايز ترد على الدواء أو عايز تاخد ثانية برضه ممكن مسموح لك. طيب، إذا الزوجة رفضت الاستلام، طوال المعلن بيكتب الإفادة دي في الإعلان إنه زوجه هو غير موجود وغير متواجد بالمنزل في زمن الإعلان الساعات الرسمية للعمل، وزوجة رفضت الإعلان. طوال المحكمة بتجي طوال بتشوف الإفادة دي، بناء على الإفادة دي طوال بتقوم تعمل حاجة إعلان بديل، إعلان بالطرق البديلة. إعلان بالطرق البديلة يعني شنو؟ يعني غير الإعلان الأصيل، بالطرق البديلة إعلان مثلا باللزق على باب المنزل، دائما في الدعاوى مثلا المدنية إعلان في اللزق على باب المنزل. أنت بتجي من الشغل متى ما تجي بتلقى الإعلان ده ملصق في الباب، بتعرف طوالي التفاصيل بتاعة الدعوة بتاعتك، زمنها والمحكمة والتفاصيل اللي قلناها قبل في الأول. طيب، ده بالنسبة للدعاوى المدنية. طيب، نجي بالنسبة للدعاوى الشرعية. الدعاوى الشرعية دائما الإعلانات زمان كان بتتم عن طريق اللجنة الشعبية. زوجة مثلا مشتكية زوجها أو زوج مشتكي زوجته بيجيب الإعلان لناس اللجنة الشعبية، ناس اللجنة الشعبية هم بطريقتهم بيتم الإعلان وبيجيبوا الإفادة بيدوها له وبيجيب الإفادة راجعة المحكمة اللي هي هسه بقت اللي هي لجان المقاومة، تودي الإعلان لناس لجان المقاومة في الحي بأنه فلان مشتكي فلان أو فلان مشتكي فلان، بيقول لك خلاص سلمنا الإعلان، بيمشوا له وبيستلم الإعلان وبيدوك الإفادة بتجيبها راجعة المحكمة. يلا في الدعاوى الشرعيه شويه الاعلان البديل بيختلف، ما زي الدعاوى المدنيه. في الدعاوى المدنيه مجرد ما تم الاعلان بيلصق باعلان باللصق على باب المنزل. في الدعاوى الشرعيه مجرد ما تم الاعلان ولاي سبب طوال بتجي بتحلف اليمين في المحكمه انه انا والله زول ده اجتهدت وما لقيت عنوانه او العنوان ده غير موجود فيه او كده او كده، طوال بتؤدي اليمين انك انت ما عارف له اي عنوان ثاني، وطالب يعمل لك اعلان بالنشر بالجريده، اعلان بالنشر بالجريده. تمام، بتشيل اعلان بالنشر بالجريده وبتمشي به المحكمه، المحكمه طوال بتقول لك جيب شهودك وبتسمع دعوتك اللي انت رافع ايا كان نوعه.
هناك برضو في الدعاوى المدنيه في الاعلام بالنشر، لكن دائما بيلجوا له بعد الاعلام باللصق، لانك انت لما اعلنت الشخص في الدعوى المدنيه بتكون عارف محله. تعلنوه مثلا اخلاء، دائما في الاخلاء اعقار فشل في سداد كده حاجات زي دي كده، دائما بتكون عارف محل الزول. الا مثلا اذا مديونيه انت قد تكون الزول مثلا ما عارف محله كده، برضه بتؤدي القسم وبتعلنه بالجريده وبتجيب شهوده وبيسمعوا دعوتك برضه، وبيتم لك الفصل في هذه الدعوه بناء على اجراءات الاعلان السليمه. لازم الاعلان يكون سليم. تاني في المحاكم الشرعيه عندنا حاجه اسمها اعلان بالطرق الدبلوماسيه، ودي دائما في انواع الطلاق للقيبه. مثلا الزوجه زوجها سافر مشى مثلا اي دوله تانية واختفى، بقى ما بيرسل لهم، ما هي بتكون عارفه عنوانه الاول المشى بيه مثلا اللي كان بيرسل لهم بيه. نفس القصه طوالي بتيجي المحكمه بتقول لهم والله انا الزول ده كنت عارفه عنوانه، شغال في شركه كده كده في دوله كده، لكن والله غير مثلا تلفونه ما عندي، لكن عندي عنوانه القديم. طوالي بيقولوا خلاص الاعلان بالطرق الدبلوماسيه. الاعلان بالطرق الدبلوماسيه عيب وحاجه واحده، بياخد 3 شهور، لانك انت بتشتري الاعلان من المحكمه بتوديه، ولا بتوديه هنا اداره المحاكم، اداره المحاكم بتعلن، بتمشي توديه السفاره، بيمشي القنصليه، يعني اجراءاته طويله، بياخد اقل حاجه جلسته بعد 3 شهور. ده الاعلان بالطرق الدبلوماسيه. طيب قلنا يتكلم كده عن الاعلان بكل الطرق. نيجي بعد ذاك الاعلانات في الجنائيه. دائما الدعاوى الجنائيه الشاكي طوال اذا حسوا انه بلاغ مثلا ماده كبيره 178 179 ما في اعلانها، دائما طوال امر قبض، بتقبض الشخص. لكن اذا بقينا في اعلان، اذا مثلا اجراءات لقوها فتحوا له اجراءات، يقول الموضوع ما بيستحق، البينه بتاعته بسيطه، يعني ما بتصل او ترقى لمرحله انها تكون جريمه ولا كده، بيقوم بدو اعلان للمشق ضده، اعلان بواسطه الشرطه. اي رجل شرطه بيشيل اعلان بيمشي يودي له، وعشان هو يجي يسهر قدام الشرطه وقدام النيابه يقول اقواله، حتى بعد كده اذا ظهرت لهم في جريمه في حاجه بعد ذلك بتتحول لامر قبض وكده. طبعا دي في الحاجات الجنائيه، لكن الاعلان دائما في الشغل المدني والاحوال الشخصيه. وشكرا جزيلا، لحد ما نتلاقى في مره ثانيه.